حياكم من جديد واخر فقرات حلقه اليوم في المواهب الفنيه، موهبه جديده وانطلاقه جديده لاحد الضيوف الموجودين، حنعرف ايش هي اليوم. اكيد مع ضيفنا اليوم ابدع بموهبته في المجال السينمائي تحديدا وفيلمه صوت الحب، ومرشح لجائزه النخله الذهبيه في مسابقه افضل فيلم روائي قصير في مهرجان افلام السعوديه. اسمحوا لي ارحب بضيفنا الموجود معنا اليوم عمرو فلاته. يا هلا فيك معنا في ساعه شباب. اهلا وسهلا فيكم واشكركم على الاستضافه. الله يسعدك. بس لو تسمحوا لي انه اغتنم هذه الفرصه بحكم انه تكلمت عن يوم الام، اني اوجه رساله شكر لوالدتي هذه الانسانه العظيمه اللي كانت خير داعم لي صراحه في مسيرتي، وايضا زوجتي اللي هي تعتبر يعني ام لابنائي. الله يحفظهم. اوجه لهم التحيه في يوم الام. وجه دائما تحيه احد فعلا كلهم يستاهلوا، انه وراء كل رجل عظيم امرأة. نعم. فالامرأة هي سواء الأم أو الزوجة. نعم. كل أحد من حولنا. طب نبي نعرف الإنجاز اللي وصلته الآن خلال 3 سنوات وعلاقتك بعالم السينما. بدأت فيه من 3 سنوات تقريبا. أبغى أعرف تحديدا بس كيف ممكن تصف تجربتك خلال 3 سنوات اللي عدت، خصوصا أنه صار فيه تغيير وأبجريد لعالم السينما عندنا في السعودية. الحمد لله انه تيسرت لي فرصه انه اطلع للولايات المتحده الامريكيه بالتحديد لوس انجلوس. ممتاز. وهناك احتكيت يعني بالمجال بشكل اوسع واكبر. طبعا هوليوود هناك يعني في الصناعه، فهناك كانت الانطلاقه، وشاركت في العديد من الافلام كنا نشتغل اكثر شيء افلام قصيره، شاركت فيها والحمد لله يعني اكتسبت خبرة وممارسة بكثر المشاركة في خلال مو بس كذا سنوات. يعني نعم. كمان كتبت وأخرجت عدة أفلام عربية وأجنبية، فممكن تعطينا صورة أكبر عن هذه الأفلام. اي نعم، اشتغلت على أكثر من فيلم أجنبي وعربي. اشتغلت كتبت وأخرجت فيلمين أجنبية. واحد باسم جوليا كان يتكلم عن يعني انه نحن نتاج لبيئتنا ومجتمعنا، يعني ما حنجيب افكار دخيله. وكان السلوغن حق الفيلم لايك فادر لايك سن، يعني الولد مثل ابي يعني. والفيلم الثاني كان اسمه ذا واي اوف سالفيشن، اللي هو طريق الخلاص، يتكلم عن قيمه الحياه في بحد ذاتها كقيمه، بحيث انه اذا فقدنا الحياه يعني كنعمه حنفقد كل حاجه. او المعنى الحقيقي للحياه، المعنى الحقيقي ايش معنى بالضبط وليش عايشين بالضبط. والافلام العربيه اشتغلت على فيلم اسمه صراع الثقافات، يسلط الضوء بشكل خاص على حياه المبتعث. جبت زي ما تقول نموذج انه مبتعث يشتغل كعامل نظافه في اسره امريكيه. حلو. فكنت حابة أنه أسلط الضوء على كيف نحن نتعامل مع يعني إيه. مرة بتلامس حاجات. نعم. يعني طبعاً. فعلا يعني ممكن بنشوفها وبنسوي نفسنا ما احنا شايفين. بالضبط. هذا شيء جيد. ما شاء الله حضرتك عمرو محاضر بقسم الإعلام بجامعة طيبة. 1-2 لك علاقة قوية بعالم السينما لك 3 سنوات، وأيضا عرفنا أنه لك تجربة أو اهتمام بالموسيقى. أبغى أعرف كيف قدرت توظف الموسيقى وأيضا كعمل اساسي كمحاضر بقسم الاعلام في جامعه طيبه في هذا المجال، مجال الافلام والسينما. نعم، انت تكلمت عن 3 عناصر او 3 طرق مختلفه. صحيح. طريق التدريس هذا زي ما تقول يعني شغف من الصغر صراحه. انا احب التدريس واحب ان اشارك النولج او المعرفه مع لغيرك. حلو. نعم. مع الاخرين. طريق السينما طبعا الكل يحب السينما، كنا نتفرج افلام والى اخره، فهذا ايضا زي ما تقول يعني طريق واضح. طريق الموسيقى، انا نشأت تقريبا في بيئه محافظه نوعا ما، يعني كانت ترى انه الموسيقى يعني فيها مأخذ يعني. لكن انا عندي نظره انه الموسيقى تهذب النفس صراحه وتسمو بالروح. وفكره الفيلم حقي اتت من خلال شعوري بقضيه ترجمتها على يعني ستايل او اسلوب موسيقي. حلو. نعم. والفيلم يعني يتولد احيانا من صوره من شعر. يعني من فيلم صامت ومعتمد على المؤثرات الصوتيه خلينا نقول. لا هو فيلم درامي، ولكن عملت فيه طريقه انه دمجت الميوزك فيديو
بالسرد الدرامي. بما أنك أكيد تكلمت عن الفيلم، فيلم بعنوان صوت الحب، فهو كمان الفيلم المرشح لجائزة النخلة الذهبية، فيريد تحدثنا أكثر عن هذا الأسلوب. هذا الفيلم تقريبا استغرق مني عمله تحضير 9 أشهر. جلست على السيناريو ما يقارب 4 إلى 5 أشهر، ورش عمل مع ناس متخصصين في المجال، وأيضا بعد مرحلة الكتابة انتقلنا إلى مرحلة الإنتاج. اشتغلت مع طاقم مميز الصراحة، ساعدني في عملية الإنتاج في الخارج مو هنا طبعا، في الخارج نعم، في هوليوود في لوس أنجلوس، وصورنا الفيلم في يومين. يمكن اللي يشوف الفيلم نص ساعة تقريبا، صورناه في يومين، ولكن كانت يومين تف يعني 24 ساعة مكثفة نعم، وكنا ماشيين على سكجول. وطبعا معروف في عالم السينما تايم از ماني، فكنا نسابق الوقت يعني انه يعني نحاول ننجز هذا العمل. كويس ربنا وفقكم خلال يومين. الحمد لله طلعتوها، ترى ما هو سهل، ما هو سهل عادي، لكن بالضبط احنا عندنا طبعا تريلر للفيلم او تشويق زي ما يقولوا، او توضيح سريع للفيلم، خلينا نشوفه سوا ونرجع لكم من طيب. قلت لك قبل وراح اضلني اقول لك، انت بطل بعيوني. خد منهم قد ما بتقدر، فجرهم. إذا شغلت التايمر راح بيكون عندك 30 ثانية. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بدك تخبرني انك بلشت تفهم في الدين اكثر مني؟ صوت الحب يعلو. Coming soon. الله. جميل، هذا هو تريلر فيلم صوت الحب. هو فيلم قصير 10 دقائق. لا 30 دقيقة. 30 دقيقة أو عفوا، أتوقع تكلم على فيلم ثاني. جميل، نص ساعة فجأة ذكرت صارت سمكة، نسيت إنه نص ساعة. دوبنا قاعدين نقول طب أبغى أعرف تجربة اختيار الكاستينج. أبدا ما كانت سهلة، الممثلين كانوا عرب، ولكن في نفس الوقت اللي بيعملوا خلف الكواليس أو خلف الكاميرات كانوا من طاقم العمل أو الكرو، كانوا أجانب. فبعرف كيف كان الكومبينيشن بين الاثنين، وكيف قدرتوا توصلوا يعني في الأخير نظرة الأجانب أو ثقافتهم مختلفة عننا كعرب، وهذا شيء واضح ونعرفه. كيف صار الدمج وكيف طلعت الفكرة؟ من أصعب الأشياء اللي واجهتها في هذا الفيلم صراحة اختيار الكاست اللي هم الممثلين، لضيق زي ما تقول التعددية في اختيار الممثلين بحكم وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن اعتمدت بشكل كبير على موقع اسمه Arab American Casting، مديره الأستاذ حمزة سمان، ساعدني كثير في انه احصل على توجد الاشخاص المناسبين وعملنا اوديشنز وتم اختيار الممثلين الرئيسيين. بالاضافه الى الكاست طبعا ساعدتني في المنتجه ومخرجه قادمه ان شاء الله واحده اسمها عائشه رضوان في ايجاز الكاست. كان الكاست خليط بين سعوديين وروس، المصور كان روسي، لكن كان في جلسات مكثفة طبعا بيني وبين المصور لإيصال الأفكار يعني. نعم، في تلاقي نعم نقاط معينة. نعم، جلسنا مع بعض وشرحنا النقاط ووضحت وجهة نظري في عملية التصوير والإخراج اللي والرؤية الإخراجية اللي أباها للعمل، وحقق لي هذه الرؤية. نعم. جميل جدا. بس بسألك سؤال قبل ما نختم، متى راح نشوف الفيلم؟ الفيلم إن شاء الله حاليا مشارك في المهرجان، وطبعا في سياسات لأي مهرجان إنه العرض ممنوع إلى آخره، لكن إن شاء الله as soon as we finish from the مترقبين جدا طبعاً. أكيد نشوف. الله يعطيك العافية. أكيد طبعا. عمرو فلاتة محاضر بقسم الإعلام بجامعة طيبة، نشكرك على تواجدك اليوم معنا بساعة شباب، وأكيد أتمنى لك كل التوفيق. أنا اللي أشكركم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله أكون يعني ضيف خفيف أو كنت ضيف خفيف. أكيد طبعا شرفتنا. يعني تكلمنا في نقاط جدا مهمة، شكرا لك. إحنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ودنا نكمل معاكم لكن خلاص يعني كل واحد يروح بيته إن شاء الله، ونخلص إن شاء الله أمور ثانية في حياتنا. إيميل البرنامج وهاشتاج ساعة شباب موجودين. كل أمهات العالم
العالم. شكرا لوجودكم في 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 حياتنا، وشكرا لكل عطاء، ولو كلمه ولو نظره ولو ابتسامه اعطيتونا اياها في الحياه، ويرحم من توفانا منهن. اكيد لا تنسوا تعايدوا امكم، تعتذروهم اذا كنتوا زعلتوهم طبعاً. في يوم، واكيد راح نشوفكم بكره في نفس الوقت من الساعه 4 للساعه 5 على شاشه روتانا خليجيه. وبكذا اقول لكم فمان الله معكم، انا لمياء غالب، وانا كنت معكم طرات سندي، يكونوا بخير، فمان الله، مع السلامه.